مرحبا، أنا حاتم الشولي، شاب أردني عمري 27 سنة. حبيت اليوم أحكي لكم قصتي والممكن بتهم كثير شباب بعمري. قبل سنتين تحديداً بلشت أفكر موضوع الزواج، ولكن بصراحة في بلد نامي زي الأردن الظروف الاقتصادية تعتبر عائق كثير كبير، يعني تحدي من الصعب تجاوزه. أنا ديما، كبنت عمري 27 سنة كنت دائماً أحلم إني أأسس حياة حلوة، أأسس أسرة سعيدة وأتجوز الشخص اللي بحبه. الحمد لله اتزوجنا، بس الموضوع ما كان سهل أبداً، والسبب في هذا الإشي الظروف الاقتصادية الصعبة في الأردن اللي تتدخل من جهة، ارتفاع تكاليف الحياة وقلة فرص العمل. كل هاي كانت عوامل صعبة وعوامل ضغط بتوقف بوجه أحلامنا الأساسية واللي هي كانت أحلام طبيعية في هاي الحياة. تكاليف الزواج كثيرة وتفاصيلها أكثر من كل النواحي، ولكن تحديداً يمكن النواحي المادية هي أصعب شيء ممكن يواجه الشاب لما يحكي بده يتزوج. مثلاً إذا بدك تشتري بيت، يعني خلينا نحكي فوق المتوسط، بيت جيد، بده يكلف في عمان ما يقارب $100,000. هذا طبعاً إذا دفعته يعني مبلغ كامل، ولكن أغلب الشباب في عمان بتزوجوا من خلال القروض السكنية عن طريق البنوك، نسبة الفائدة كتير عالية، فالموضوع أبداً مش سهل، والظروف الاقتصادية كلياتها بتيجي مع بعض وبتشكل عائق كتير كبير لإنجاح هاي القصة. كان الصعب إنه حاتم يوقف بوجه هاي التحديات لحاله، كان لازم إني أوقف جنبه وأدعمه وأسانده. الحمد لله في النهاية الحلم تحقق بمساعدة بعض العوامل الخارجية. أهلي مثلا ساعدوني رغم كل الظروف الاقتصادية اللي عم بيعانوا منها مثل أي أسرة بتعيش في هذا البلد. المهم تخطينا كل شيء وحققنا أحلامنا. الحمد لله، حتى أحلامنا يمكن اللي كانت في أول المشوار. كنت دائما أحكي لك رح يجي يوم أحكي لك صباح الخير من جزر المالديف. فعلا سافرنا على جزر المالديف وحكى لي صباح الخير من جزر المالديف. يعني الحلم رحلة مستمرة ما بتنتهي، لأنه إذا انتهت كل شيء بيفقد معناه.